الآن الصين تخفض استثماراتها في إفريقيا بمقدار الثلث، من سيملأ ذلك الفراغ؟ مساء الخير لك وللسادة أهلا بك. المشاهدين. لا شك أن موضوع العلاقات الصينية الإفريقية هي علاقات منذ بداية المنتدى الصيني الإفريقي عام 2000 وإلى الآن أثارت الكثير من الشكوك وأثارت الكثير أيضا من الجدل، لأن الدول الغربية كما تفضل ضيفكم الكريم تنظر بريبة شديدة إلى جهود الصين في علاقاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وتعلمون أن اجتماع دول الثمانية كان قد أشار إلى أو تحفظ على الطريقة التي تقدم بها الصين هذه القروض، وكذلك اجتماع دول الـ20 أيضا تناول في جانب من توصياته في الاجتماع قبل الأخير أهمية أن تتعاطى الدول المانحة أو الدول المدينة الدائنة تحاول أن تتعامل مع الجائحة، جائحة كورونا، باعتبار أن الدول الأكثر فقرا عموما سيتعثر قضاءها لدينها. لكن الصين تنفي جملة وتفصيلا كل هذه الاتهامات الغربية، وتؤكد كما تفضل ضيفكم وذكر جانبا من ذلك أن المشتركات بينها مع الدول الإفريقية فيما يتعلق بأن الصين ليست لها ماضي استعماري في أفريقيا. هل تعتقد